انا اسمي محمد طلعت عطيه، فرقه رابعه كليه علوم الثروه السمكيه والمصايد. الستارت اب بتاعتي اسمها ريفيش ميت. فكرتها ان احنا بنحل ثلاث مشاكل اساسيه. اول مشكله معانا هي مشكله التخزين بتاع الخامات، سواء من بدايه نقلها من المقر بتاعها لحد وهي موجوده داخل المينا لحد ما بيخلص التامينات الجمركيه. ده بياخد وقت كبير جدا، توصل نسبه الهدر في الخامات لحد 20%. وتاني مشكله معانا هي مشكله الطاقه، ودي انا بدات احلها بطريقتين. الاولى ان انا بدات اعدل على خط الانتاج الموجود جوه المصنع بطريقه معينه بصوره بتضمن التوفير في الطاقه، وكمان بدات ان انا ادخل الطاقه الشمسيه في المصنع بتاعي، وبدات اوزع الخامات بتاعتي او المكن بتاعي الموجود جوه المصنع على مصادر الطاقه المختلفه دي، وده بيضمن عندنا التوفير في الطاقه. احنا النهارده في ايس اليكس سويتش ميل. النهارده انا جيت عشان نبدا ان احنا نتعلم مع بعض ازاي نعمل بيزنس موديل. بدانا ان احنا نشوف المتطلبات الماركت بتاعنا، ازاي نعمل ماركت اناليسز للكاستمرز بتوعنا، ازاي نقدر ان احنا نحددهم بشكل كويس جدا. عملوا تمبلت لسه شغالين عليه دلوقتي. في الاخر كده بيدينا البيزنس موديل كامل عن طريق شويه اسئله هو بيسالنا في الاول، في الاخر بيدينا النتيجه. لسه هنشوف النتيجه مع بعض. متوقع ان انا ان شاء الله لو كسبت في المسابقه ان انا ممكن بدا انا دلوقتي في الستارت اب بتاعتي لسه في يعني يا دوبك من الايديشن للبروتوتايب، ممكن ان انا اقدر اوصل في الاخر للام في بي. ممكن ان شاء الله لو دخلت الانكيبيشن بروجرام ان انا ابدا انزل بالبرودكت بتاعي السوق. اتمنى ان انا لو يقدروا ان هم يوفروا لي الامكانيات ان انا اقدر اسجل بيها براءة اختراع، سواء هنا في اكاديميه البحث العلمي او سواء على مستوى الوطن العربي او حتى على مستوى العالم. ده هنقدر ان احنا نحدده مع بعض. ده لو ان شاء الله كسبت. ان انا لو طلعت بكمبليت بزنس موديل ممكن ان انا ابدا ان انا خلاص كده عرفت الفئه بتاعتي المستهدفه عامله ازاي، ممكن ان انا ابدا ادخلها لشركات او لاماكن تانية ان هي تقدر تستفيد منها، او ان هي تاخد فكرتي او الحاجه دي ونبدا ان احنا ننزل بيها في السوق، لان الفكره بتاعتي كبيره شويه او تكلفتها عاليه شويه. ممكن ان احنا لو عندي كامل بزنس موديل ممكن خلاص ان انا ابدا انزل المشروع من بكره لو حابب، بس هيبقى ناقص الدراسه الماليه، ودي ان شاء الله يعني معانا جاهزه. هو سويتش ميد كان تدريب منظم، بدانا في ميعادنا زي ما احنا متفقين. ده مش متعود عليه بصراحه في مصر عموما. يعني لا، تدريب كويس. البلاتفورم كان يعني لحد دلوقتي، لحد اللي انا شايفه دلوقتي هو عبقري. لحد بقى ما نشوف الجرين بزنس موديل في الاخر هيطلع بتاعي عامل ازاي، ودي النتيجه اللي هم قالوا ان هي هتصدمنا، وده انا منتظره يعني.